السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية، مرحبا بكم في الجزء الثاني من الدرس 11 في مادة الرياضيات للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي، الأعداد الكسريات. Sixièmement, je calcule la somme puis je simplifie tant qu'il est possible. 1 plus 5 sur 3 égale à 3 sur 3 plus 5 sur 3 qui est égal à 8 sur 3. 5 sur 4 plus 2 est égal à 5 sur 4 plus 8 sur 4 qui est égal à 13 sur 4. 8 sur 9 plus 5 sur 9, sur 12. Là, il faut mettre au même dénominateur. Alors, on va faire 8 fois 12 divisé par 9 fois 12 plus 5 fois 9 divisé par 12 fois 9 est égal à 96 par 108 plus 54 par 108 qui est égal à 141 divisé par 108. سابعاً، أحسب الفروق التالية ثم أختزل إن أمكن. 9 على 8 ناقص 1 تساوي 9 على 8 ناقص 8 على 8 التي تساوي 1 على 8. 2 ناقص 6 على 7 التي تساوي 14 على 7 ناقص 6 على 7 التي تساوي 8 على 7. 9 على 4 ناقص 9 على 5. نقوم هنا بتوحيد المقامات، مقام 21. إذن نقوم بضرب 4 في 5، إذن 9 في 5 على 4 في 5 ناقص 9 في 4 على 5 في 4 التي تساوي 45 ناقص 36 على 20 التي تساوي 9 على 20. ثامنا، اقتسم محمد ومريم وعلي مبلغا من المال ربحوه من تجارة، فأخذ محمد 1/3 وأخذت مريم 1/2 وأخذ علي 1/6. أحدد الشخص الذي أخذ أكبر نصيب والشخص الذي أخذ أصغر نصيب. لدينا نقوم بتوحيد المقامات، المقام 1 هو 6، إذن 1/3 تساوي 2/6 و1/2 تساوي 3/6. الشخص الذي أخذ أكبر نصيب هو 3/6 تساوي 1/2 التي هي مريم 1/2. أصغر نصيب أخذه علي 1/6. أرتب الكسور التي تمثل ما أخذه كل منهم تصاعديا بعد توحيد المقامات. إذن وحدنا المقامات، لدينا أصغر نصيب هو علي 1/6، أصغر من محمد 1/3، أصغر من مريم 1/2. الحصة الرابعة، أقوم تعلماتي. تاسعا، أوحد المقام ثم أنجز كما في المثال وأختزل كلما أمكن ذلك. في المثال لدينا 3/5 زائد 4/6. نقوم بتوحيد المقامات، 3 في 6 على 5 في 6 زائد 4 في 5 على 6 في 5 التي تساوي 18/30 زائد 20/30 التي تساوي 38/30 التي تساوي 19/15. 7/4 ناقص 2/3. نقوم بتوحيد المقامات، مقام محمد 1 هو 12، إذن تساوي 7 في 3 على 4 في 3 ناقص 2 في 4 على 3 في 4 التي تساوي 21 على 12 ناقص 8 على 12 التي تساوي 13/12. لا يمكننا الاختزال هنا. 3/5 زائد 1/2 تساوي، نقوم بتوحيد المقامات، المقام 1 هو 10، 5 في 2 تساوي 10. إذن العملية تصبح
ثلاثة في اثنان على خمسة في اثنان زائد واحد في خمسة على اثنان في خمسة التي تساوي ستة على عشرة زائد خمسة على عشرة التي تساوي 11. الله أكبر. التي تساوي 11 على 10. عاشرا، أنجز ثم أختزل كلما أمكن ذلك. 3 على 4 زائد 3 على 5 تساوي، نقوم بتوحيد المقامات، المقام موحد موحد و4 في 5 تساوي 20. إذا العملية تصبح 3 في 5 على 4 في 5 زائد 3 في 4 على 5 في 4 التي تساوي 15 على 20 زائد 12 على 20 التي تساوي 27 على 20. 1 ناقص 5 على 9 تساوي، نوحد المقام هنا هو 9، إذا تصبح العملية 9 على 9 ناقص 5 على 9 تساوي 4 على 9. 7 على 4 زائد 1، نقوم بتوحيد المقام، المقام محمد هو موحد هو 4، العملية تصبح هي 7 على 4 زائد 4 على 4 التي تساوي 11 على 4. 2 زائد 4 على 7 تساوي، نقوم بتوحيد المقامات، المقام موحد هو 7، إذا لدينا 14 على 7 زائد 4 على 7 التي تساوي 18 على 7. 11، قال أحمد لأمه لقد أكل أخي من الكعكة النصف 1 على 2 وأكلت أختي الثلثان 2 على 3 ولم يبقى لي إلا القليل، هل هذا ممكن؟ لا يمكن، أعلل الجواب. للمساعدة أوحد المقامات وأجري العمليتين اللازمتين ثم أقارن مع الوحدة وأجيب عن السؤال. نقوم بجمع النصيبين، نقوم بتوحيد المقام، واحد على اثنان واثنين على ثلاثة، واحد على اثنان زائد اثنان على ثلاثة تساوي، واحد المقام، المقام واحد هو ستة، إذا تصبح لدينا واحد في ثلاثة على اثنين في ثلاثة زائد اثنان في اثنان على ثلاثة في اثنان التي تساوي ثلاثة على ستة زائد أربعة على ستة التي تساوي سبعة على ستة، سبعة على ستة أكبر من واحد، ستة على ستة التي تساوي واحد، إذا لهذا لا يمكن أن نقسم الكعكة. إذا قسمنا الكعكة وأخذت البنت النصف لن يستطيع أن يأخذ الأخ أحمد أن أخو أحمد الثلثان، وكذلك أحمد لن يجد شيئا ليأخذه، لن يبقى شيء لأحمد. الحصة الخامسة أدام تعلماتي 12، أحسب المجموعة أو الفرق ثم أختزل متى أمكن. 3 على 4 زائد 3 على 5، نقوم بتوحيد المقامات، مقام واحد هو 20، إذا العملية تصبح 3 في 5 على 4 في 5 زائد 3 في 4 على 5 في 4 التي تساوي 15 على 20 زائد 12 على 20 التي تساوي 27 على 20. 1 ناقص 5 على 9 تساوي 1، نوحد المقام هو مقام 1 هو 9، إذا تصبح العملية 9 على 9 ناقص 5 على 9 تساوي 4 على 9. 1 زائد 3 على 8، نقوم بتوحيد المقام، مقام 1 هو 8، العملية تصبح 8 على 8 زائد 3 على 8 تساوي 11 على 8. 13، je fais les calculs dans mon cahier puis je compare en mettant le signe convenable. Première opération 1. 3 sur 5 égale à 2 sur 5. 1 moins 3 sur 5 égale à 2 sur 5. Deuxième opération 1. 5 sur 7 est égal à 2 sur 7. Donc, 1 plus 5 sur 7 égale à 12 sur 7. 5 sur 3, 2 sur 4 est égal à 26 sur 12. 5 sur 3 plus 2 sur 4 égale à
26 sur 12. 1 sur 4, 5 sur 6 égale à 13 sur 2. 1, 13 sur 12. 1 sur 4 plus 5 sur 6 égale à 13 sur 12. 14. وزع أحد التجار ما أخرجه من زكاة على الشكل التالي: الثلث لدار اليتامى، الخمسان لملجأ العجزة، والباقي قدمه لفقراء حيه. أحسب العدد الكسري الذي يمثل ما خصصه التاجر لفقراء حيه. نقوم أولا بجمع ما أعطاه لدار اليتامى ولملجأ العجزة. 1 على 3 زائد 2 على 5 تساوي. نقوم بتوحيد المقامات، المقام 1 هو 3 في 5 تساوي 15. إذا نصبح العملية 1 في 5 على 3 في 5 زائد 2 في 3 على 5 في 3 التي تساوي 5 على 15 زائد 6 على 15 التي تساوي 11 على 15. إذا لكي نجد العدد الكسري الذي يمثل ما خصصه التاجر لفقراء حيه هو 1 ناقص 11 على 15 التي تساوي 15 على 15 ناقص 11 على 15 التي تساوي 4 على 15. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.